فاجتمع أهل الكوفة وقالوا لعبد الله: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال عبد الله بن مسعود: إن له علي حق الطاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، فلا أحب أن أكون أول من فتحها. ورد الناس وخرج إلى المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الله بن مسعود الهذلي، المتوفى في السنة 32 للهجرة، فقيه الأمة وصحابي جليل وفقيه ومقرئ ومحدث وأحد رواة الحديث النبوي، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وهو سادس من أسلم وأحد المبشرين بالجنة، وصاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه، وواحد ممن هاجروا الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، وممن أدركوا القبلتين، وهو أول من جهر بقراءة القرآن في مكة، وهو الذي قتل أبو جهل وقطع رأسه في معركة بدر وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تولى القضاء ووزارة الكوفة وبيت مالها في خلافة عمر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين في الإسلام، حيث أسلم قبل أن تصبح دار الأرقم ابن أبي الأرقم مقرا لتجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في ترتيبه في السبق إلى الإسلام، فقيل أنه سادس ستة أسلموا، وقيل أنه أسلم بعد 22 نفسا. وقد روى عبد الله بن مسعود قصة إسلامه فقال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ فقلت: نعم، ولكني مؤتمن. فقال: فهل من شاة لم ينزل عليها الفحل؟ فأتيته بشاه، فمسح ضرعها فنزل لبن، فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر. ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: إنك غلام معلم. منذ إذن أسلم عبد الله بن مسعود كما أسلمت أمه. ولزم ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان جريئا في الدين، فكان أول من جهر بالقرآن في مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاس ابن مسعود ما قاساه المسلمون الأوائل من اضطهاد قريش، ممن اضطره إلى الهجرة إلى الحبشة تحت وطأة هذا الاضطهاد لينجو بنفسه وبدينه. ثم عاد ابن مسعود بعد سنوات إلى مكة قبل أن يغادرها مجددا، مهاجرا إلى يثرب بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها. ما إن هاجر ابن مسعود حتى لزم هو وأمه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله يلبس النبي محمد عليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع عليه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شارك ابن مسعود في الفتح الإسلامي للشام، وشهد فيها معركة اليرموك، وتولى يومها قسمة الغنائم. واختار عبد الله بن مسعود بعد انتهاء الفتح الإقامة في حمص، إلى أن جاءه أمر من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بالانتقال إلى الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم، وليعاون أميرها الجديد عمار بن ياسر. وكتب عمر إلى أهل الكوفة فقال: إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. وقد بقي عبد الله بن مسعود بالكوفة مدة خلافة عمر وبداية خلافة عثمان بن عفان، إلى أن عزله عثمان وبعث إليه بأمره بالعودة إلى المدينة. فاجتمع أهل الكوفة وقالوا لعبد الله: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال عبد الله بن مسعود: إن له علي حق الطاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، فلا أحب أن أكون أول من فتحها. ورد الناس وخرج إلى المدينة المنورة. وحظي ابن مسعود رضي الله عنه بمنزلة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه ثقته، فقال يوما: لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد،
كما عاتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما حين أمر ابن مسعود بصعود شجرة يأتيه منها بشيء، فضحكوا من نحافة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. ولبث عبد الله بن مسعود في المدينة المنورة بعد عودته حتى ألم به مرض موته في السنة 32 للهجرة، حيث توفي ابن مسعود في تلك السنة وعمره 64 سنة، وكفن في خلة بـ200 درهم، ودفن بالبقيع ليلا عند قبر عثمان بن مضعون بعد أن صلى عليه الزبير بن العوام بحسب وصية ابن مسعود.